المباراة اللي فاتت في الأجواء بتاعة الملعب اللي احنا كنا فيه، اللعيبة ما كان بقالي 3 أيام، النهاردة الحمد لله يعني إلى حد ما بينفذوا جزء كبير من التعليمات والشكل أحسن بكتير. برضه عندنا رجاله وقعدنا معاهم، والولاد كانوا مصممين على المكسب واحنا مصممين على المكسب عشان نرجع جماهيرنا ترجع وتملى المدرجات تاني، وده هدفنا وطموحنا من البدايه. هو كل صدور بدي مره ثانيه، هو محمد شعبان كلاكات ثاني مره للكوتا، نلعب عرضيه خطيره. بتعمل ايه واحده داخل منطقه الجزاء. كانش يومنا خالص، والحمد لله ان احنا طلعنا بالبونت في ظل الظروف التحكيميه السيئه. كل حاجه يعني النهارده في طرد لنا وليهم، وكل حاجه الحكم بيدي انذارات فهربت منه من اول ماتش. اكيد طبعا شوط طويل لسه، بس هم بدايه الدور الثاني طبعا لما تستاهلوا الفوز بيبقى شيء كويس، بيزود الثقه والمعنويات، والحمد لله اعتقد ان الاداء فيه رجوله النهارده، فيه برضه شكل لحد بعيد باسلوب لعب مختلف شويه، واللعيبه فيه تجاوب الحمد لله، فالحمد لله على 3 نقط يعني الحمد لله.